وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب والله تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. أشد نزالا من أسود ضراغم، وأجرى نوالا من بحور خضارم، وأزهى وجوها من بذور كوامل، وأوفى ذماما من وفي الذمائم. يلبون من للحرب غير محارب، كما أنه للسلم غير مسالم. ومذ أخذت في نينوى منهم النوى، ولاح بها للغدر بعض العلائم. غدا ضاحكا هذا وذا متبسما سرورا، وما تغر المنون بباسم، وما سمعت أذني من الناس ذائبا إلى الموت تعدو مسرة قادمي، كأنهم يوم الطفوف وللضباء شاغل بالجماجم. أجاد لعاتت بالبغات، وإنا أشد انقضاضا من نجوم رواجم. لقد صبروا صبر الكرام حتى قضوا على رغبة منهم حقوق المكارم. لا انغدت أشلاهم في عراصها كأشلاء قيس بين تينين وجاسمي، فلهفي لمولاي الحسين وقد غدا وحيدا فريدا في
وطيس الملاحم يرى قومه صرعا وينظر نسوة تجلب ابن جلباب البكا والماتم ثم انثنى نحو الخيام مودعا أطفاله توديعة المستسلم ودعا عزيزته زكينة قائلا سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي وأتته زينب والنساء صوارخ والدمع من أجفانها كالعندم بوداعة الله يصيح زينب يا سكينة حافظكم الله وطبق ضجا يا ولينا عنا تروح من بعد وصيت بينا وحسين يسترجع بس يدير بالعين فرن حوا والعزير بالحال طاحة والكل على حسين شبعت والروح راحة وتجلدت زينب على الشدة وصاحة بعدك يا خويا الحراير تلتجي وين شلون البصر لو جلجل الليل بظلامه وكل حريم وفاقده والعسكر المشوم ما تدريش مرام يا هولي صالي اتريد رجال ظفري والماما مصلحت والعدو أصبحت والعدو أصبح يدو اسحب اليوم للسبا أذيالا ذهب المانعون عن كفكومي واخلع العز والمسل إذلالا أنت مهتوكة على كل حال فأل في بعد عزك الأغلالا كم ترجين وثبة من رجال لك كانوا لا يرهبون الرجال وقرم تنخينا ترى مثل الطايح ورجالك الظفرين من حول ذبايح كلهم موتى وما يسمعون الصرايح امشي وخلي جثة الوالي رميه واللي يرد الخيل عنك داسة الخيل ومن بعد عين مالك محامي ولك فيل الله يعينك من بعد ذيك البالي البشري بشد حبال وركوب المطيه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب طريق منهم أخذت وتاب الله عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. أولا يلفت النظر في هذه الآية الكريمة المقطع الأول منها، لقد تاب الله على النبي، هاي المقطع الأول. عندما يقال أن فلان تاب لابد أن يتصور أنه قد سبق منه ذنب، لأن التوبة ما تصير بلا ذنب، التوبة مترتبة على ذنب. فالسؤال يأتي هكذا: هل كان للنبي ذنب حتى تاب الله عليه؟ والمفروض أن جميع المسلمين يرون أن الأنبياء وإن خالفونا في الأئمة لكن يرون أن الأنبياء معصومين. النبي لابد يصير معصوم ضروري. ليش معصوم؟ والعصمة شنو هي؟ الواقع لما ندر العصمة وماهيتها شنو؟ يعني كثير احنا من عدنا قد يعتذر على القيام بالواجب اذا كان قلت له قال النبي كذا او كان النبي يفعل كذا، او مثلا في خلق من الاخلاق او في عمل من الاعمال يعتذر في تنازله بالعصمة. مثلا تقول لكان الإمام الرضا من آدابه ما قطع حديثه على أحد، ما قطع حديثا على أحد، وكان الإمام الرضا ما مد رجله بين يدي جليس قط. هو يريد يمد رجله او يقطع الحديث على صاحبه اذا يحدثه، وانت تقول له الرضا يسوي، راح يقول لك ذاك معصوم. معناه ايش؟ يعني يريد يقول لك ذاك الله عصمه وكانه مجبور على ان ياتي بهذه الاشياء. لا، الواقع مو هذا. العصمه لما نجي نعرفها مو هالتعريف. الواقع العصمة يقولون تربية عالية، الله يذكره بالخير الدكتور الوائلي يعرفها، العصمة تربية عالية. يعرفون العلماء في علم الكلام شو يقولون؟ يقولون العصمة هي ملكة تمنع الإمام من ترك الطاعة والإتيان بالمعصية. هاي يعرفون الشكل ملكة، ملكة تمنع الإمام من ترك الطاعة واستعمال المعصية. الملكة شنو؟ الملكة ترى اعتياد، يعني لما يعتاد على شيء الإنسان يصير عنده ملكة فيه. أمثل لك مثال بسيط وهذا معروف عند كل أحد. مثلا واحد يصير له في العمر 20، 25، 30 سنة ما ركب سيارة ولا جوت سكان ولا داس سليتر ولا داس، هذا يشوف الناس، يبعد بصر لبنى ويشوف، يشوف الكويد وسبريك وسليتر وجوت سكان وكذا، يشوف. لكن لو تعطي السيارة يدعم، ولا هذا يشوف، لا هذا يشوف يسوي. ليش؟ لأن ما عنده ملكة. أما السائق لعنده ملكة، يعني مثلا أفرض هذا هو يمشي وإذا قبل 100 متر جت الإشارة، ظلم على الإشارة، عند ملكة، يعني رجلة تشتغل أوتوماتيكيا، رجلة تشتغل، رأسا ترتفع، رجل مثل
يوم الايام وعطم شي خليه، لكن من هذا اوتومات من حيث يدري يدري او ما يدري اوتوماتيكيا ترتفع رجله من السريتر الى الابريت. ليش هذه؟ هذه ملكه، هذه ما يعرف ليه اللي ما تحول. الملكة ايضا في الطاعة والمعصية هكذا. فاعتقد عدنا اولاد الان موجودين الحين طبعا صاروا من افضل من اندادي يعني اعمارهم على 60 وكذا، كنا اطفال احمد متعودين يودونهم اولتهم للمسجد الفجر. الفجر يعني ما يطلع اللبن، ما يطلع من البيت اللبن، انهم صغار يعني اعمارهم على 27 6 سنين. استمر يا الى ان يتوفى، اكبر على هذا سنه 2 3 اكبر له، اكبر احتاج يقعد عرس نعتاد ما يعرف يصلي الفجر في البيت للحين. الان صارت الايسيات وصارت كذا وصارت المكيفات وصار كذا، لكن الى الان حتى طلوع الشمس يروح يصلي في المسجد. هذا قاعد طلوع الشمس الناس طلعت لكن ما يعرف يصلي في البيت. شوفوا بحرين يجي الشمس طالعه لكن اقول لك قال ما اعرف اصلي الليل. احتاج يصلي الصبح في المسجد من يوم صغير الى صار عمره 60 سنة 50 سنة على هذا، خلاص ما يعرف اللي اولاد. يعتاد الكثير من الناس قراءة القرآن من الصبح، ما يعرف يطلع اللقاري لازم له صفحتين ثلاث، ما يعرف صار عمل صار وطن صار شيء عند روتين، ما يعرف ترك نهارية. لاحظ عين مثل ما يعتاد واحد السد، يتعود السد بسبة ويتعود الحل بحليب على أقل الخير حلب. والله الولد والله كبير والله نادي والله حياة النبي وحياة ايش دائما يحلف على صلة على شيء في جلد في اعتاد صارت عنده ملكة على الحل. لما يتعود عدم الحل يصير عنده ملكة على عدم الحل. لاحظ العصمة شنو؟ يعني ان الامام فضل على المأموم ان عنده ملكة في جميع الطاعات وتارك جميع حتى المكروهات فضلا عن المحرمات. يعني معناه ملكه وتربيه عاليه منذ كان تربيه العلم شيء. فلذلك الله تبارك وتعالى اختارهما اما لعينه بملكاته. اما ما جاء في الروايه عن زين العابدين يعرف العصمة هو نفسه يعرف العصمة بغير التعليم. يسأل واحد من أصحابه يقول له ما هي العصمة؟ قال العصمة الامتناع بكتاب الله. يعني معناه أنه في تطبيق أوامر القرآن نواهيه دقيق لا يحول عن القرآن نهائيا. شلون دقيق؟ مثلا الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هذه انا اقراها الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس لا والله يحب المحسنين. قد يكون يصير عندي ملكات من غيظي اعتدي علي واحد يسبنيها منك من غيظي واسكتني، لكن ما اعفي ما يعني معناه لا بد لو حصل لي فرصة ما طالبت بحقي. حصل لي واحد يشجعني وكذا وكيف تحقق وكيف كذا كيف تخليه لو انت قايل لي لو يشجعني وكذا انا ارد اطالب. ما عفيت انا كرمت لكن ما عفيت. ليه؟ هالنوب بعد كرمت غيظي وعفيت بعد. واحد ارتدى علي جاري اعتدى علي وسبني وانا عفيت عنه وكبر غيظي، لكن لو يوم من الايام يحتاج الى احسان لي او مساعدة في شيء ما اوقف وياه بعد اذكر انا كبرت لكن بعد اذكر ذاك اليوم سابني بغير ما انزل الله وما اعتدى علي وضارب ولدي وسولي لا 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 لا
انا اقدر اوقف وياك في ازمته. لا لا ما اقدر سامحني ما اقول لي انت لا كذا وكذا، لكن انا في نفسي اريد اجازي على عبد الله علي. بينما الامام مرشدي الامام لا، الامام حمل نفسه اولا كظم الغير وليعفى وحمل نفسه الاحسان ايضا. ان يحسن اجيب لك قضيه، الامام بين العابدين كان واحد اسمه عبد العزيز ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، يعني ولد ولده. هذا في ايام ال مروان خلوه امير على المدينه، اعتبار ولد الخليفه وكذا خلوه امير. هذا الامير طبعا يعرف مزاج الدولويه زي العابدين وشيعته، يعني ضيق عليهم وكذا في بخيلهم في دكاترهم في اسواقهم في مهنهم في حرفهم في كذا في ضرائبهم في يلبس عليهم. ليش؟ لانهم اصحاب زين العابدين، ويضيق على عبيده وشيعته وجماعته وكذا. وهذاهم عقال، لان بناء الزمان كله اليه، والله يقول تلك الايام نداولوها بين الناس. الامام طبعا يقول لك الله حسيبه، الله حسيبه، لا طبعا خلوه الله، الله هو اللي جاز. راحت الايام، في الايام تاليها اطلعوا عليه على خيانه ماليه، يعني هو ما يجمع الخراج، جمع الخراج الضائع، صار مثلا افرض مليونين ومئة الف، وش يسوي المئة الف ياخذها؟ صارت مثلا افرض 550 الف مثلا، ياخذ 50 الف يضربها انصف. هذه المحاسبه تبين. واذا اكو عيون عليه من نفس الموظفين والفراعنة، ليش عيون عليه له والكتاب له؟ لان هناك اولاد مروان مخليه على مباحث من نفس الكتاب. ايه ان ذولين يا اخي الامراء انت كل شيء سوي، لكن الميزات لا، بوغ ما يخالف لكن لا يدروا عنك، تروح هم يبوغ انت بوغ بعد لكن لا حيد، اما اذا دروا لا. راحت مدة وتاليها وإذا يثبت عندهم أنه عند كذا من المبالغ. يا أخي الأمر منا من آل مروان على أن يصادرون أمواله وعزلونه من الوظيفة. بالفعل إجا الوالي الجديد عزله، أمر الشرطة ضبط بيوته، صادروا أمواله عزلوه. مضت أيام ألقوا القبض عليه، جاء أمر مناك أن يلقون القبض عليه وأن يصلبون في سوق الجزاري. ما في السوق اللي اللحم؟ لا 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 لا، حصان دبلوماسي ما عندنا، لو الأمير عندنا حصان دبلوماسي أحلى ما في المشروع حصان ما ليش له، فأخذوه اعتقلوا. يا اخي تعرف هذا من نزل من ذاك كل الاول امير، كل من خافه وكل من يحضره وكل من كذا وكل من يترجع عطاه، الحياة فت عنا الدنيا له وصار مصلوب، كل من مر عليه عساه. ايه هانتت اللي يظلم، هانتت اللي ينهد، هذا مساجد ولده، وهذاك ماخذ من خيله، وهذا مسيدني على ضريبه، كل من مر عليه اللي يقبل واللي يخبط واللي يقول له ذا عساك واللي كذا، وتعرف الشاعر بعد. اي هو يقول الشاعر الحكيم حريص على ان لا تواجهك ادم فيثبت واجهه ويصير حبيبي. يقول دائما اكتم الكابه والاحزان والبلايا اكتمها واسترها. ليش؟ أسترها على اثنين، لأن أنا أعيش بين شامت وبين حبيب، فإذا أنا عندي مصيبة وأبديتها كان أكو شامت افرح لي، وكان أكو حبيب اجبر، فأنا فرقت الشامت ومني جبرت الحبيب، لكن أتحملها بروحي على حبيبي. لا أشوف شامت ثاني ولا أشوف صديقي يفرق، هذا الحكيم عاد شامت. تنزل عبد الوسوى حتى تعرف هني من السورة. إذن عم نسوى؟ قال
كان يضيق عليه وعلى عبيده وعلى رخيله وعلى زرايعه وعلى شيعته، ودائما تشوف مقفهر عليهم. التفت لولد عبد الله، اول قال يا عبد الله اجمع لي شيعتي، قول لهم الامام يبيهم. ما صلبوا صارت الضجه، وصلبوا فلان صلبوا فلان صلبوا فلان، جمعهم كلهم في ذلك. قال اسمعوا يا اولادي واسمعوا يا ابناء عمي واسمعوا يا بني هاشم، كل من له محبه عندي ولي محبه عنده لا يتعرضن لهذا الرجل بسوء. لا يكون احد منكم مر من غيركم وتشمتون زين سواه وقدر عليك وعساك، ممنوع. انا ما ارضى. اكتفى ما اكتفى. التفت الى ولد عبد الله قال له يا وليدي روح وضيق لثامك عن لا يشوفك، وتعال من ورا الناس الى ان توصل الى الصلابة مالته وساسرة بينك وبينه. قل له اذا حكموا عليك بمبلغ من المال ولا تجد عندك منه شيء فعلمنا حتى نؤديه عنك. انا نسويه يقول لي. نقدر نسوي هالوان ده. يعرفك واحدة يقدر تقول له. ما في ميسور يعني افرض واحد لعدو يريد يبي يسوي هالقضية، يبي يكتب الجميل، يقدر لو ما يقدر، عنده ساعة يقدر لو ما يقدر، لكن نفوسنا ما تستجيب، نفوسنا خليفة، لكن نفس الإمام طاهرة، لاحظ. فهو يا أخي العصمة من هالنوع، في الصلاة، في العبادة، في الجهاد، في كل شيء، هذا أنت أنا أجي لك أمثلة. وهل أنزلة تقدر تطبقها على أمر أو نهي؟ أو عبادة أو كذا تقدر تطبقها. يعني الآن أفرض إلى واحد عنده معرفة بالله وبعظمته وملكوته وعنده يقين بالجنة وما فيها والخوف من النار وما فيه متجلي إليه، تصور يتصور القيامة ويتصور النار ويتصور جنة مثل ما يتصور بيته وحجره، هذا يقدر يصير مثل إمام يصلي طول الليل ولا ولا ينام الخليل؟ لأنه ما دام هالدافع وهالسكين وعيل، لأن هذا خلشان وهالإنسان ما في فرق. يا أخي العصمة في الإمام ما هي إلا ملكة واعتياد، اعتاد، لأن هاي نتيجة علم ومعرفة ويقين. شوف مثلا تقول طبعا هذا شيء عندنا إذا بنت حمد شي مثلا، يعني افرض لو واحد الحين يسخونه نروح السماعة قال يا اخي يسخونه الله يا ولد حتى الراويح قوة الانسان بحسن ويا سخونة شديدة دور السماع لا لا اخوك الله يطول وانا ويا سخونه وكذا وجع راس وكذا انا برد الدفتر وهذا بدني حار، تعرف درجه السخونه اللي عندي الحين ما يقارب من 70 او كذا او 80 ولد بدني حار مثل الضوء ماني قادر اقوم ماني قادر اتحرك. بعد بس نص ساعه قالوا لك ولد الكوارث راح الماتم وضرب خليل بالعكاز وهك فسخت الجوز. يقول له ما يقوم والله يقوم اي سخونه اي وجع راس لا يحتل دمه، لان الامر مهم. ذات الله خذ السخونه واذا كل شيء يقوم يجي تعال ليش ربنا وديك الواضحه لاحظ من وين جبت القوة؟ لأن أسدان فعل معه. الإمام عند الآخرة شديد، الإمام عند الآخرة هالشكل دافع، يحس بحرارة جهنم في داخل قلبه وتطوره، وحس بلذة الجنة في داخل قلبه وتطوره، ولذلك تفعل حرارة الإيمان تدفع في العبادة. احنا ما عندنا حرارة إيمان. ولذلك لما نتحدث بحديث عن اهل البيت، يعني معناه نريد نقول لانفسنا حاولي
حاولي ايتها الانفس ان تقتدي بالمعصوم ولو في بعض الشيء. العصمة من هالنوع. فاذا المعصوم يصير عنده عصمة يعني ملكة، والملكة نتيجة معرفة ونتيجة يقين نتيجة تصديق. لو ان الانسان يصير عنده تصديق يصير عنده حرارة مثل حرارة الايمان، لكن ما عنده تصديق. ولذلك الله تبارك وتعالى يعير المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. إذا وقفتون يوم القيامة وشفتون الأخبار اللي خبرنا بتعبيث دروه أسهل. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لتروا. لو عندك علم يقين إنسان بتشوف جهنم قدامك. لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. العصمة هذه مو العصمة ترى شبرة كف الإمام غير بدني، نفس بدن الإمام، قلبي مثل قلب الإمام، كبدي مثل كبد الإمام، نفس التخطيط، نفس العروق، نفس السرايل، نفس العصب، نفس ما في فرق أبدا، ما في فرق. لكن أنا ما عندي لها الدرجة أهمية ومعرفة. وهذا طبعا كل ما الإنسان تنازل في الجهل وعدم عندي وقار ودارس وكذا وأعرف الشهامة والكرامة والشرف والوقار وحراك قدام الناس، من وجه هذا؟ لأن هذا دارس وهذا جهل، ما يعرف الكرامة ولا يعرف الوقار ولا يعرف الحشمة ولا يعرف القيم. ليش؟ من جهله، لأن جهل. أما العالم أنت شفت يوم من الأيام عالم قاعد في ساحة قريش الجهل يلعب، طيب مو عالم ديني، لا ما هو لازمة عالم، بس عالم ولو مهندس يعني إلى مكانته أو دكتور أو واحد يعني إليه قيمة عالية. لا، إذا عنده فراغ يروح إلى مكتبة يكتب ويطالع على درسه وعلى معلوماته، ما يروح حمام يوقف ويلعب. لكن الجاهل لا يطارد وطارد صبوا له يمان. ليش؟ جهله. أجمالا فالله تبارك وتعالى يقول: لقد تاب الله على النبي. التوبة على النبي مو من ذنب، إنما ذكر النبي لتأكيد تحقيق التوبة على المسلمين. لأن لو جاءت الآية هكذا: لقد تاب الله على المهاجرين والأنصار الذين اتبعوا النبي في ساعة العسرة، إن كان يصير الأمر فيه بعض الشك. الله يمكن ما أدري والله الله يتوب على الأولى يعني فيه نوعا ما. لكن لما ذكر أول النبي علم المسلمون وتيقنوا ان التوبة متحققة لهم، لان ذكر في صدر الآية النبي. لاحظ، يعني اعتقد على ان ذكر النبي للتبرك ولتأكيد تحقيق التوبة، لا لان النبي جاء بشيء، النبي معصوم. ولذلك النبي يقول: ما وقف له على صبوة قط. رسول الله ما وقف له على صبوة، يعني ما جرى من نسي مثل ما يجري من الصبيان ابدا، لان هذا رسول الله، هذا مهيئ لان يكون قائد اعلى لا يوجد في الخلق اعلى من سيد المرسلين. شاهدي ثم نلاحظ الايه الكريمه اللي حصلوا التوبه وتحققت لهم التوبه ويا النبي. من ذولا؟ مو كل الانصار ولا كل المهاجرين اللي حصلوا التوبة وتحققت لهم، بعض الانصار وبعض المهاجرين، لكن حصلوها بويش؟ حصلوها بالتعب، حصلوها لان مشوا مثل ما يقول الطبرسي على الله مقامه: مشوا وزاروا كل عشرة في ناقة او جمل. مشتركين يشتركون ما عندهم فقراء، الله يقول ساعة عسرة
ساعة عسرة يعني وقت فقر ما يملكون شيء. السيد ما يملك سيد، يا ليت لا ما يملك كوس ليه ولا جهالة ما يملك. لكن لما سمع الدعوة من النبي مسوا قال أولاده جهالة على الله زين ومشوا وتبعوه ذولا اللي الله حقق لهم التوبة. يعني مهنا ما حصلوها إلا بالتضحية، ما حصلوا الدرجات مجان. إذا كنت تهوى القوم فاسلك طريقهم، فما وصلوا إلا بقطع العلائق. وما وصل وما حمل الهندي وهو حديدة على الكتف إلا بعد دق المطالب. وآخر يقول أذل لمن أهوى، أنا أذل أذل لمن أهوى ليحظى بعزة. وكم عزة قد نالها المرء بالذل. إذا كان من تهوى عزيزا ولم تكن ذليلا له فقر السلام على الوصل. إذا اللي تهواه وتحب عزيز لكن أنت ما تذل له لا خير لا بتوصل إليه ولا يمدحونك من حده، لأن ما ذليت ذات العزة حتى تحصل عزة. يا أخي ما وصل من وصل إلى الدرجات العالية إلا بالتضحية. ما وصل صاحب هذه الليلة إن لعم من العباس لدرجة لمن صدقها إن لعم من العباس لدرجة يغمطه عليها الشهداء. كل الشهداء تغمط. احنا شهداء خذ منه سيدهم حمزة وهو شهداء الطف سيدهم الحسين. وطبعا في الدرجة الثانية بعد حسين منه أبو الفضل. لاحظ المواساة الموجودة في كربلاء. عدمات السيارة وتبين محال الطف، تشوف قطبين متقابلين، قطبين يعني قبتين متقابلتين، هذه للحسين وهذه لأبي الفضل. ليه؟ لأن واساه. أنا ما أقول، أنا أقول الإمام الصادق يقول فنعم الأخ الموازي لأخيه. أنا ما أعرف حق العباس ولا أعرف أنه واساه لولا، لكن الصادق يقول فنعم الأخ الموازي لأخيه. يا أخي مش ويا المواساة في تلك الأزمة. الله يرحم بعض الشعراء يقول يوم أبو الفضل استجار به الهدى. الله أكبر، اشكرها. لأن الهدى من جسد الهدى شنو الهدى؟ يعني ما في كتاب الله وسنة النبي، من هو اللي جسد الهدى؟ يجسد الهدى أبو عبد الله. وإذا الشاعر يقول يوم أبو الفضل استجار به الهدى والشمس من علق القتام لطامها. وإذا هو يلزم يقول لأبو فاضل أنت أخي وأنت أفضل إخواني وشيخ أهل بيتي وحامض عينتي وبعضك لك من العمر 36، أنا إلي 53 سنة الحين، لكن أنت لك 36 سنة بعضك شباب، ليش تعرض نفسك للسيوف؟ ما أرضى يا أبا الفضل، ما اقدر اتصورك مهشم ومقطع، ما اقدر اتصورك. قال لو نظر هذا فوين عاد؟ يقول هذا لما صار عاشر واخذ عقيلة زينب كانت في الخيمة، واذا ينادي ابا الفضل قال له لبيك سيدي، واخذ من وراء الخيمة برا والعقيلة زينب مشت من داخل الخيمة. تريد تشوف العباس والحسين وش عندهم للعاشر للخطرة واسعدهم الى دي ويتخبوا وراحوا يمشون اثنينهم يسوقون اثنينهم الى ان وصلوا لاخر الخيمات ووقف كأني اراه. وتصور كيف عاد كأني ارى الحسين قد وضع يده الشريف على كتف ابي الفضل، كأني اشوف وضع يده على كتفه، وكأني اراه ينظر الى اخيه وابو الفضل مطاطئ برأسه حياء. يقول لا أبا الفضل لنعم. قال انت تعرف ان امك بقيت وحيدة وعندك ولد اول اولادك الفضل، تو جايبين لك ولد ما تنحن بالاولاد ولا العائلة يا اخي،
روح للمدينة لأن بيوت مغلقة وما كنا كل محمد أمكم البنين وعمة فاخته وأم سلمة دول ما غدهما حد ليش ما تروح؟ قال أبا عبد الله ألي مثلي تقول هذا؟ أجانب ما بعض يروحون حبيب بن مظاهر وزهير بن لقين وبرير بن خضير والجماعة وهلال بن نافع ما هم راضين أنا أروح. يقل لفاضت يا ابو فاضل بياض الغابرية واشوف حول خيام نتحوم المنية سني اشوف احتوف واعمال جريبة وشن القضى نازل لسردار الحريبة باشر على راسي انا الدور الكتيبة وهالجيش هاللي مجتمع كله عليه وقصد الاغادي من غضيدك يا ابن الامجاد صام الدنيا وطاغة الفاجر ابن زياد لكن حتم القضى ما بينها وما بين المراد يدرون اخوك حسين ملحان ويمني يا ابو فاضل بخوفك قوم وشي وانا تركون بهالفضاء والقوم والخير روحهم سلامتكم الي من حوال الليل كن ضغيبة ودوركم بدي بغد وصية لفاضل تحملها وياك لك يسلم على محمد وقل لي يا ابن الامجاد بوصيك لا تنقطع من بغدي الوفا وانا علي بهلا وتركب مطيق قال لي يا ابو الشيمة تركت القلب مكسور من بين ملاد الناس وانت الغمد والسور الى وين انا توجه ما تملى الموت دونك يا شفية ولو لم يكن الا يا خويا من حكي الناس خاف المنية وخاف اخوه حسين وصغاد لو بتروج فوقي وفن خور بتغايدهم وتصفج وتصفج راح نبراح وصيح يا دهر حلو ويا همورة يوم الأبو الفضل استجاب به الهدى والشمس من علق القتام لسامها يا الله